صباح الفل عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده ويوم جديد وجمعه مباركه عليكم جميعا يا رب. هنتكلم النهارده عن الشعر والبروتين والكرياتين وكل ما يخص الشعر والروتين اليومي، ازاي نحافظ على شعرنا. فهصبح الاول بس بمحمود. صباح الفل يا محمود. صباح الفل يا داليا، وصباح الساده المشاهدين، صباح الفل عليكم، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. النهارده معانا ضيفنا، والمفروض اصلا كان معانا الحلقه قبل كده، بس اللي كان الوقت كان ضيق ما قدرناش ان احنا نكمل معاه الفقره بتاعتنا، ولكن النهارده ان شاء الله هنكمل معاه. معانا المصفف الشعر محمد زين. ازيك يا محمد؟ الله يخليك. صباح الفل يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. الاول كده عاوزين نعرف انت ليه مسمي المرية؟ ايه سبب تسميه الاسم؟ سبب تسميه الاسم هو المرية اصلا النادي الاسباني بتاع المستشار تركي آل الشيخ ابو ناصر. تمام. فحبا في المستشار تركي، يعني في ناس كتير في مصر بتحبه وانا من الناس دي. بس انت عندك فروع كتير يا محمد، ولا هو فرع واحد ولا ايه؟ فرع، وبنبتدي ان شاء الله نعمل حاجات تانية يعني. هو مكانه فين بقى الفرع؟ في الاماريه. في الاماريه نفسها؟ في الاماريه نفسها. يعني مش الاماريه نيابه لاسم المنطقه؟ لا لا خالص، يعني الاماريه نيابه للمستشار ابو ناصر. احنا بقى عاوزين نتكلم عن البروتين. يا محمد معانا موديل وعامل بروتين، اتكلمنا عن البروتين عندك بتعمله ازاي وايه الطريقه الصحيحه بتاعته، لان مش كل الناس بتعرف تعمل بروتين للاسف. ده حقيقي. تمام. اولا الطريقه الصحيحه للبروتين، احنا لازم نغسل الشعرايه كويس قوي، ننضفها بشامبو معين ينضف الشعرايه وما يخليش ينضف ينضف الزيوت كلها الموجوده، الزيوت كلها اللي في الشعرايه. تمام تمام. وبنبدا بعد كده نخلي الشعرايه رطبه، بعدين نحط الماده بتاعتنا. تمام. في ماده معينه تمام ممكن تتشطف، وفي ماده لا. تمام. يعني على حسب الماده. ممكن تشتغل في الموديل واحنا بنتكلم؟ تمام. في ماده ممكن تتشطف قبل الشغل بالبيبي ليس، وفي ماده لا. تمام. يعني على حسب الماده اللي احنا بنستخدمها. يعني البروتين انواع، مش نوع واحد، وطريقه الشغل مش واحده. مش واحده. طب هو ده بيضر الشعر في حاله البروتين؟ يعني ليه ضرر ولا هو ليه ضرر لو استخدمناه كتير؟ وليه ضرر لو حد مش فاهم اشتغل في الشعرايه وخلى البيبي ليس سخونيتها عاليه على الشعرايه؟ يعني ليه طريقه معينه؟ يعني ليه طريقه معينه وليه درجه حراره معينه في 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 شدات معينه، وبعد كده درجه الحراره بتعلى بمقدار معين علشان الشعرايه ولا طب لو انا عملت مثلا مره بروتين، انا دلوقتي هو بيعمل بروتين النهارده. تمام. لو حبيت اعمله تاني لازم يكون ما بين المره والمره وقت معين ما يقلش عنه، يعني مثلا شهر، مثلا اسبوعين، اربع شهور اقل حاجه. اقل حاجه اربع شهور. اقل من كده ببوظ شعره. اقل من كده يبقى هو بيبوظ شعره، واللي بيقول له اعمل تاني ده بيستغله، عايز ياخد منه فلوس وخلاص. ممكن يحصل ايه بقى لو شعري مثلا باظ من ان انا مثلا ايه عملت كود باربع شهور واعمل تاني بروتين لو انا حبيت اعمل؟ لو انا بعدها باسبوعين ثلاثه قمت عامل بروتين وما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل للشعر؟ ممكن الشعرايه بتبوظ بقى، الشعرايه بتتحرق بتساقط بقى وكده. تساقط وقشره والشعرايه اصلا في فروه الراس نفسها ممكن تتعور من البيبي ليس لان الماده بتسيح بتنزل على فروه الراس. عاوز اسالك كمان يا محمد، ايه الخدمات اللي انت بتقدمها الثانيه غير اللي انت بتعمل مثلا بروتين؟ هل الرجاله بقى، بما ان انت مصفف شعر رجالي، هل الرجاله بتهتم بنفسها؟ يعني بيعملوا باديكير مثلا، بيعملوا تنظيف بشره، بيعملوا حمام كريم، حمام زيت. يعني يا جماعه يعني حاجه مهمه جدا لكل الرجاله. الشباب مهتمين اكتر من الرجاله. دي حقيقه. ده حقيقي. ده حقيقي. اكتر من الست. انا قلت خصوصا الفرد الشعر والكرياتين والبروتين والحاجات دي، كله بقى عايز يبقى شعره، بلاقي شعرهم واقف كده في ابراج طالعه من دماغهم. هو يعني انت بتقدم ايه تاني؟ قول لنا بتقدم في الصالون عندك ايه تاني؟ بنعمل تنظيفات بشره. تمام. علاج للقشره. حمام زيت. حمام زيت. باديكير بقى للرجاله. مش بعمل عندي في المكان، لان انا المنطقه زي مثلا بيقولوا انها مش هتفهم ده قوي، لكن في اماكن بتقدم ده. هو في اماكن بتقدم ده وده حقيقي. عاوزين بقى يا محمد اعرف منك اللوك بتاع الشعر، ايه اللوك السنه دي بتاع الشعر؟ هو ايه بالظبط؟ كل سنه بيبقى ليها لوك معين. بيبقى في لوك كده معين. النيو لوك بتاع السنه دي ايه؟ اللوك السنه دي التدريجات، زي التدريجه اللي احنا عاملينها هنا كده. تمام. مش بيدرج تدريجه كامله زي المارنز مثلا او بتاعه الجيش، لا هم بيسيبوا شعر من ورا بحيث ان التدريجه تبقى جايه بدوران بس، زي الموديل اللي معانا دلوقتي، زي الموديل اللي معانا اللي احنا عاملينه ده بالظبط. تمام. طب بالنسبه بقى احنا عايزين نتكلم شويه على القشره، عشان دي اصلا يعني ايه مشكله عصرنا دلوقتي، او دايما منتشره قوي، يعني موضوع القشره. انا واحد من الناس عندي القشره دي رهيبه كتير جدا. اولا القشره بتيجي منين وعلاجها ايه؟ القشره بسبب ان احنا اولا المفروض ان الكريمات اللي بتستخدم على الشعر المفروض ان احنا اصلا ما حدش ينام وعلى شعره كريم او زيت.
يعني قبل ما ننام المفروض الشعر يكون نظيف. تمام. تمام. بالنسبه بقى يا محمد للدقن، الرجاله لما بتحلق دقنها في البيت بتلاقوا بطريقه غلط. ف احنا ممكن لو هو خلص عشان الصوت وال ممكن ثواني عشان شو صوت السشوار بس. تمام. بالنسبه بقى يا محمد للدقن، الرجاله في البيت بتحرق بطريقه غلط، فالحل ايه؟ الحبوب اللي بتطلع والحاجات اللي بتحصل بقى، يعني كريم يرطب بايه بالظبط؟ هي الفكره مش في كريم يرطب او حاجه نستخدمها، الفكره ان هو يحلق دقنه صح. تمام. حلق دقنه صح مش هيلاقي التهابات ومفيش حبوب هتطلع ومفيش اي حاجه هتضايقه. تمام. اولا الدقن والشعر اللي طالع في الدقن احيانا بيبقى الشعر طالع مثلا الشعر جاي كده بالاتجاه ده. تمام. وفي شعر هنا طالع بالاتجاه لفوق، فالدقن لازم المكنه تمشي على نفس الاتجاه نفس اتجاه الشعر. لان هو بيحلق عكس بقى، لما بيحلق عكس اتجاه الشعر، فلما بيحلق عكس اتجاه الشعر البشره اصلا بتلتهب لوحدها. ما هو انت بتشد الشعر غلط، الشعر بتطلع من بجذورها مثلا من جدرها، فبتطلع بتطلع غلط، بتتشد فبتفتح المسام. تمام. فتعمل بقى حبوب مثلا او التهابات واحمرار وحاجات كتير قوي. طب بالنسبه بقى ايه اكتر كلاينت بيجي لك مدمر شعره؟ انت شايف ان شعره متدمر مثلا نتيجه الشامبو مثلا نتيجه استخدام الشامبو بطريقه غلط، ولا بيبقى ايه بالظبط؟ هو الاغلبيه بتكون من الحلاقين اصلا، احنا خلينا نتكلم بالبلدي، بتكون من الحلاقين. الحلاق هو اللي بيباص شعر العميل بتاعه اصلا لان هو بيتعامل غلط، ما هو مش يعني هو يعتبر مش فاهم الشعر اللي قدامي ده شعر دهني ولا شعر جاف ولا شعر عادي، هستخدم له كل شامبوه. كل حاجه ليها طريقه معينه في ان هو يتعامل معاها، يعني الدهني حاجه والعادي حاجه وكده. ايوه. ما هو ليه فهمنا في شامبو، في شامبو الشعر اصلا ثلاث انواع، اللي هو الشعر الدهني وشعر جاف وشعر عادي. تمام. الشعر الدهني بيبقى ليه شامبو مخصص، ماشي، شامبو للشعر الدهني. حتى تلاقي الشركات اللي هي الشركات المحترمه عامله الانواع دي، تلاقي مكتوب على ازازه الشامبو نفسها شامبو للشعر الدهني، شامبو للشعر الجاف. تمام. فالمفروض اصلا ان مصفف الشعر يبقى عارف الشعره اللي قدامي دي دهنيه ولا جافه ولا عاديه، الشعر اللي بتعامل معاه ايه بالظبط، عشان كمان يعرف يستخدم معاه ايه، الماتيريال اللي استخدمها ايه. هتعامل معاه ازاي، هقص ازاي، طريقه القص نفسها. طب يا محمد لو حد محتاج قصه معينه وجالك قال لك انا عاوز القصه دي يا محمد، هتعملها له؟ ولو انت شايف ان هي مش لايقه عليه هتتكلم معاه ولا هتعمل اللي هو عاوزه؟ لو هي مش لايقه على وشه. تمام. تمام. فانا ببتدي اقول له انصحه ان دي مش هتليق على وشك ومش هتبقى كويسه. تمام. يعني بتتكلم معاه مش هتبقى كويسه مع شعرك. تمام. بس في احيانا عملاء اللي هو ايه، انت مالكش دعوه، فاللي هو خلاص. بالنسبه بقى لغسيل الشعر يا محمد، معلش، غسيل الشعر لو الغسيل كتير للشعر ده غلط ولا صح؟ والمفروض اغسله كل قد ايه؟ الغسيل الطبيعي يعني. الغسيل كتير غلط. تمام. احنا بنهلك الشعرايه وبنبوظ الزيوت اللي فيها. في الاسبوع مثلا نغسل الشعر يعني كم مره؟ ثلاث مرات بالكتير قوي، ده كده احنا وصلنا للمرحله. نوع الميه، فتره ساقعه سخنه يعني الصح؟ لا السخنه لا، هي ممكن تبقى فتره، والساقعه افضل علشان الساقعه مش بتعمل قشره، بتخلي مسام الجلد مقفوله، لكن الميه السخنه بتفتح مسام الجلد، فبتخرج في الهواء مثلا فبتعمل قشره في الشعر بتقفل مسام بحيث ان الاتربه ما تجيش على المسامات. فتعمل بتقفل المسام نفسه، ما تقفل ما ياخدش اي ميكروبات خارجيه يعني. أيوة. او اتربه او اي حاجه تطلع قشره، وما بتفرز ما فيش زيوت بتتفرز ان هي تساعد الشعرايه وتحفزها انها تطول. في الحته الصغيره النقطه دي خصوصا في الدهني، في اللي هو الفروه. أيوة. الدهنيه صح كده، ان هو الطبيعي الفروه الدهنيه بتفرز دهون كتير. فانت بتسيبها اصلا. ايه نوع التريتمنت بقى يا محمد اللي انت بتستخدمه؟ يعني هو بروتين ولا في نسمع بروتين وكرياتين وحاجات بقى تريتمنت بالفيلر والحاجات اللي هي الجديده دي، فبتشتغل فيها ولا ايه؟ بشتغل في كل شيء، في كل حاجه، بس الاغلبيه ان احنا بنشتغل في البروتين العادي او الكرياتين، بس اللي هو الاغلبيه اصلا دلوقتي المشهور قوي هو البروتين. مش اي عميل بيجي يطلب مثلا ان هو يعمل اي حاجه ثانيه، لما في بروتين مائي وفي بروتين عادي يعني البروتين في منه كمان انواع. كل شيء. طب بالنسبه بقى احنا داخلين على الصيف دلوقتي، احمي شعر ازاي من الشمس، من درجه الحراره العاليه، وخصوصا مثلا الناس اللي هي بتشتغل اصلا شغلها كله في الشمس، في بعض الناس شغلها كله في الشمس، هل الشمس والحراره دي لها علاقه بالشعر؟ لها علاقه بتاثر عليها، بتاثر في الشعرايه وبتحرقها وبتغير لونها كمان. طب احميه ازاي؟ ما احنا في كريمات برضو مخصصه لكده، كريمات يعني الشعر. يعني انا لو بشتغل شغلي كله مثلا في الشمس ودرجه حراره عاليه جدا، لازم احط كريم معين عشان يحمي لي شعري طول الفتره. ده حقيقي. هل الرجاله في الشتاء في عز الساعة هل برضه ليه علاقة بالشمس؟ لا ليه علاقة في الكلام ده؟ ملوش علاقة. الشتا الشمس هي المؤثرة قوي. الشمس هي المؤثرة.
بيبقى محتاج حماية أكتر. حماية أكتر من الشمس بس. قولي بقى الرجالة اللي بتحب تتابع الموضة بيعملوا حاليا استشوار زي ما كنت شغال معانا دلوقتي، فعندك بيجي لك شباب كتير دلوقتي في الفترة الحالية بيقول لك أنا عاوز أعمل استشوار؟ ده حقيقي على طول أصلا، هما مش بقى أصلا الـ 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 البلد كده الصنعة دي أو الشغلانة دي زي ما بيقولوا بقت معتمدة على الاستشوار، ما بقتش معتمدة زي زمان. أنت إزاي هتقص الشعر بعد ما أغسله أعرف أسرحه؟ طبعا. يعني أنا واحد من الناس ما مش بعمل استشوار، انا شعري بغسله وبسرحه. ليه؟ لان انا محافظ على شعري، انا فاهم انا هتعامل مع شعري ازاي. تمام. في ناس كده، في ناس تانية لا شعره كويس ماشي، فاللي هو لا انا عايز شعري يبقى عالي واقف كده عشان خاطر ايه، انا في لوك معين عايز اعمله، الصوره في حته فعايز يعمل زي هي الصوره دي متاخده لقطه بعد ما هغسل شعري، طب شعري هيبقى عامل ازاي بالظبط؟ على المدى البعيد انا هوصل لايه؟ انا صح. دمرت شعري ودمرت نفسي. طبعا انت جميع اللوكات طبعا المفروض كنا تحفظها يعني صعب يعني، وطبعا كل لوك ليه اسم اكيد يعني، ولا ملوش انا ما بعتمدش اسامي زي مجدي شطه. هو محمد اكيد انت بتشوف الوش محتاج القصه ايه وبتعمل القصه اللي هتليق على وشه، القصه اللي هتليق على الوش هتليق على يعني الوش. ما هو احنا قلنا من شويه ان في حد ممكن يجي يقول لي انا عايز اعمل القصه دي، طب القصه دي مش هتليق عليك، طب انا هعملها لك ليه؟ انت المفروض جاي لي علشان يبقى شكلك حلو، عشان اخرجك انت تسيبني اعمل لك لوك يمشي مع سيبني انا اشتغل مع وشك، ولو الحاجه ما عجبتكش ده انت تقدر تتكلم ساعتها. بالنسبه بقى للدقن اكيد زي ما في محمد لوك للشعر اكيد في لوك للدقن، ايه اللوك السنه دي ايه بالظبط؟ هو محمد عامل لوك اصلا، هو ده اللوك الدقن بتاع السنه دي اللي هو جاي متدرج ونازل تقيل من هنا. اها ده لوك السنه، شباب لوك السنه دي اللي محمد عامله هو ده والشنب التركي، بس انا مش عارف يعني المفروض انك تبره مش بس انا ما رضيتش بقى علشان ايه ما حدش يجيب مني كده. ايوه طب عاوزين بقى يا محمد نتكلم عن الاطفال، ما نقدرش ننسى الاطفال لان ده الكلاينت بتاعك المستقبلي. اهم شيء اصلا بالظبط، المفروض اصلا ان احنا بنتعامل مع الطفل اهم من العامل الكبير يعني او الشاب الكبير بالظبط، لان الطفل ده المفروض هو اللي بيتاسس وبتعرفه ازاي يحافظ على شعره وازاي يتعامل مع شعره. تمام. لكن برضو طب لو انا لقيت مثلا طفلي مثلا عنده 4 سنين لسه صغير لسه شعره لسه بينمو يعني. ولقيت شعره ابتدى ان هو ايه مش عارف بيسموه ايه لولو كده تمام يعني. بقى يكبر احيانا اعالجه ازاي الحقه عشان لما يكبر يبقى شعره احيانا هو شعره بيكون ناعم تمام بس كيرل يعني هو شعره بيلف تمام فده مش بيكون ما هو ملوش علاج، هو طبيعه شعره كده ملوش علاج ان احنا نخلي الشعرية ليس. لا ولا انا عندي ابني اصلا كان شعره ناعم لما طبعا. حلق اول حلقه عمل قلق كده. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه العنايه والاهتمام برضه طريقه القص نفسها. هو احنا بنقول ان الصنعه اختلفت بسبب كده، المشكله كلها بقت في القص، بيقص غلط فقصه الغلط اصلا بوظ الشعرية ودمرها. ما هو انا بيجي لي حالات كتير كده، انا شعر ابنه كان ناعم وكان شعره كويس قوي، يبص لي يقول له كان شعري زي شعرك، طب وبعدين ايه اللي حصل؟ حلقت له مره فشعره مش عارف ايه اللي جراله، هو متغير من المقص نفسه اصلا، المقص اللي هو بيستخدمه يا يعني معلش يعني سوري جايب مقص مش عارف مقص سمك يعني مش عايز اقوله هو بيشتغل بيه مش متخصص من الاخر هو راي حد مش متخصص بس ممكن اعالج يعني، ممكن خلاص انا وصلت ان هو اول حلقه ليه حصل مشكله في شعره ممكن انا اعالج صح ولا نعالج بس هو خلاص نعالج بقى عند مصفف يكون عنده بروفيشنال اكتر يا محمود اكتر وتحافظ على شعره بقى تمام بس تمام لا بس انا عايزين بقى نرجع تاني بس للمحل بتاع حضرتك اللي هو المصمم، اتكلمنا بقى على اجراءات الاحتزازيه بتاعتك بالنسبه احنا في كورونا دلوقتي انت بتعمل ايه وفاهم الناس عشان برضو في ناس كتير جدا اصلا بتخاف يعني، في بعض الناس انا اعرف ليه اصدقائي بيروحوا اصلا المحل ومعاهم الحاجه بتاعتهم وعشان خايفين من الكورونا والعدوى وكده كله، انت بتعمل ايه عندك بالظبط عامل ازاي؟ عندنا بنستخدم الديتول وكحول واستريليوم وطبعا باستمرار بنمسح الارض بكلور ومنظفات علشان باستمرار مش يعني مثلا كل ساعه بنرمي ميه في الارض بكلور بكده وبتمسح المحل كامل. طب معلش انا اخر سؤال عشان احنا هنختم خلاص معانا اقل من نص دقيقه. بالنسبه للجل بالنسبه للشباب الجل غلط بإيه؟ غلط جدا مع عدم استخدام الجل. يا جماعه عدم استخدام الجل، محمد زين مصف الشعر بينصحكم عدم استخدام الجل. اخر حاجه بقى يا محمد يا زين انت واخد الموضوع المصف الشعر هوايه ولا وراثه؟ بسرعه عشان نختم انا بحبها. نورتنا وشرفتنا وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر محمد زين وبشكر الموديل وبشكرك شكرا جزيلا، بشكرك يا محمود، شكرا داليا، شكرا لحسن المتابعه، شكرا محمد.